أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كتاب الحجة من كتاب الكافي الشريف جمع وتصنيف ثقة الإسلام محمد ابن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه من كتاب الكافي الشريف في كتاب الحجة من الكافي الكوليني رضوان الله تعالى عليه جمع بعض الاحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه واله وعن الائمه الطاهرين فيما يتعلق بالنبوه والامامه فيبدا هذا الكتاب بذكر محاججه او محاججات للائمه عليهم الصلاه والسلام لاثبات صحه ارسال الرسل، ومن ثم الاوصياء لهؤلاء الرسل، وفي هذا الكتاب اي كتاب الحجه من الكافي الشريف هناك روايات كثيره تبين منزلة ومقامات الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم. الله اصطفى الأنبياء. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك اصطفى الأئمة من ال البيت عليهم الصلاه والسلام ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم السابقون في الخيرات في هذه الايه اصطفاء الله يستلزم ان يكون هؤلاء قمه في الكمال لانه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بيد الله، فاذا الله سبحانه وتعالى يصطفي، الاصطفاء يكون بطريقه تناسبه، والطريقه التي تناسبه وتقتضيها الحكمه هي ان يكون هذا المصطفى محلى بكمالات ومنزه عن النقائص. ما هي هذه الكمالات؟ ما هي النقائص الذي هو وهؤلاء منزهون عنها؟ هذه ذكرت في آيات من القرآن الكريم وفي كثير من الروايات. إن الذين ينكرون مقامات الأنبياء.. ومقامات الائمه عليهم الصلاه والسلام من الاسباب او بعض هؤلاء لهم مشكله في معرفه الله سبحانه وتعالى اذا انت عرفت الله سبحانه وتعالى تعلم بان الله سبحانه وتعالى حينما يصطفي يصطفي بما يناسبه الحكمه تقتضي هكذا لذا كان التوحيد هو أساس الدين أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق الذي أوجد كل هذا الكون بما فيه من موجودات من الإنسان والجن والحجر والمدر وغير ذلك وكذلك خلق الملائكة خلق الدنيا خلق الآخرة إذا عرفنا التوحيد نعرف سفراء السفراء الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى بما يناسبه، الحكمه هكذا تقتضي، اذا واحد من عدنا يريد يرسل سفير ويتمكن ان يرسل السفير الافضل، فاذا ارسل السفير غير الافضل هذا خلاف الحكمه، والله سبحانه وتعالى حكيم يرسل السفير الافضل، زين هذا السفير الافضل هو الذي يخلقه. هو الذي يقدر فيه الكمالات، هو الذي ينزهه عن النقائص. ففي هذا الباب جمع الكليني بعضا من هذه الاحاديث وهو يذكر في مقدمه كتاب الكافي انه اذا الله سبحانه وتعالى وفقه في كتاب اخر ما معنى كلامه سيتوسع اكثر في باب الحجه. لكن لا ندري هل وفق لكتابة ذلك أو لا لأن أكثر كتب الكوليني فقدت لم تصلنا فعلى كل حال فنبحث في هذا الكتاب الآيات والروايات التي وردت في مقامات الرسول والأئمة من أهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام هذه المقامات التي حباها الله اياهم هذه نقطه مركزيه البعض يتصور ان اي فضيله واي مقام للانبياء وللائمه هذه من الغلو وليس كذلك الغلو في العقيده هو ان توصل الانسان الى درجه الالوهيه هذا هو الغلو في العقيده او ان تثبت له فضيله غير ثابته هذا ايضا من الغلو يعني مثلا انسان عادي تعتبره نبيا وهو ليس بنبي هذا غلو في ذلك الانسان صحيح ما اوصلت الى درجه الالوهيه لكن زعم انه نبي من دون ان يكون نبيا هذا غلو فيه. الغلاة الذين كانوا في زمان الائمه عليهم الصلاه والسلام وحكم الائمه بكفرهم وطردوهم هؤلاء كانوا يعتبرون الائمه كالهه بعض الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى كانوا يصفون الأئمة بها أو كانوا يوصلوهم إلى درجة الألوهية كما فعلت النصارى بالنسبة إلى عيسى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق المسيح عليه الصلاة والسلام غلوا فيه كيف غلوا فيه؟ لانه اعتبروه هو الاله هذا بعض من النصارى لذا الايه تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح والبعض منهم اعتبروه احد الالهه الثلاثه لذا ايه اخرى تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اذا واحد ينتحل الاسلام لكن يدعي ان الرسول او الائمه عليهم الصلاه والسلام هؤلاء لهم درجه الالوهيه، زين هذا غالي والفقهاء ذكروا في كتاب الطهاره من الفقه في باب نجاسه الكافر ان الغلاة الذين يؤلهون الانبياء او الائمه هؤلاء كفار نجسون لا يجري عليهم حكم الاسلام. لكن اذا واحد يجي يثبت فضيله للرسول او للائمه عليهم الصلاه والسلام لا تصل الى درجه تأليههم وقد ثبت الدليل على امتلاكهم تلك الفضيله، هذا ليس بغلو. يعني مثلا نحن حينما نقول ان رسول الله محمدا صلى الله عليه واله معصوم طبعا سائر البشر باستثناء الانبياء والاوصياء ليسوا بمعصومين. عندما نقول الرسول معصوم هل هذا غلو في الرسول؟ كلا. وانما هذا اثبات لفضيله للرسول صلى الله عليه واله. ارادها الله سبحانه وتعالى له الله قدرها له وفضله بتلك الفضيله على الناس هذا ليس من الغلو اثبات فضيله دل عليها الدليل حينما ناتي ونقول ان عيسى عليه الصلاه والسلام يخلق من الطين كهيئه الطير فيكون طيرا باذن الله هل هذا غلو في عيسى كلا لاننا لم ننسب له صفه خاصه بالله سبحانه وتعالى بل قلنا باذن الله يعني الله سبحانه وتعالى قادر ولذلك اعطى لعيسى القدره في ان ينفخ في مجسمه طير فيكون طيرا لكن باذن الله يعني الله هو الذي اعطاه هذه القدره الفرق بيننا وبين النصارى او بعض النصارى في هذا المجال هو انه هؤلاء اولئك يزعمون ان عيسى بقدرته الذاتيه هسه غير شركهم في الالوهيه هذه الصفه هم ينسبونها الى عيسى انه هو بذاته كانت له هذه القدره يعني هذا غلو وكفر يضاف الى الكفر الاول اللي هو التشريك في الالوهيه لكن نحن حينما نقول ان عيسى خلق من الطين كهيئه الطير فكان طيرا باذن الله هذا عين التوحيد لانك اثبت ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق بشرا ويعطيه هذه القدره لكن ليست قدرته بالاستقلال هذا الانسان وانما قدرته من الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا في بعض مباحثنا وبحوثنا التوحيدية ان كل قدرة لاي انسان هي باذن الله، يعني انا الان احرك ايدي هل هذه الحركة بقدرة مني؟ كلا، هذه القدرة اعطانيها الله سبحانه وتعالى، لذا في الصلاة ماذا نقول؟ نقول بحول الله وقوته اقوم واقعد. الان مليارات من الناس يقومون ويقعدون هذا امر طبيعي لكن هل قدرتهم على القيام والقعود بالذات؟ كلا وانما هذه القدره الله سبحانه وتعالى قدرها لهم زين عامه الناس الله قدر لهم قدره ضمن دائره الانبياء عليهم الصلاه والسلام والائمه عليهم السلام في معاجزهم الله سبحانه وتعالى او في قسم من معاجزهم الله سبحانه وتعالى اعطاهم قدره اكثر من قدره سائر البشر. انت العصا لا يمكنك ان تحولها الى حيه لكن الله اعطى موسى هذه القدره ان يحول العصا الى حيه لكن باذن الله سبحانه وتعالى. فاذا اذا واحد اجى وانكر هذه الادله القرانيه والروائيه رد الروايات الصحيحه الصريحه المشهوره باعتبار انها غلو انها تخالف القران منشا هذا الرد انه لم يعرف معنى التوحيد لذا التوحيد كان اساسا لكل حركه الانبياء لان كل شيء من المعتقدات الدينيه ومن الاعمال الصالحه يتوقف على التوحيد لذا تشوف القران الكريم يركز على التوحيد اي ما تركيز لانه اذا الانسان حصل التوحيد الصحيح يحصل النبوة الصحيحة أيضا يحصل الإمامة الصحيحة يحصل المعاد الصحيح يعني المعرفة الصحيحة بها لذا في الحديث الشريف في إحدى الأدعية اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. إذا توحيدك صحيح اعتقادك بالنبوة أيضاً يصير صحيح. إذا اعتقادك بالنبوة صار صحيح اعتقادك بالإمامة يصير صحيح. إذا اعتقادك بالإمامة يصير صحيح أنت لا تظل عن دينك، اعتقادك بالمعاد هم يصير صحيح. عملك هم يصير صحيح. في أفعالك وفي تروكك كلها تكون صحيحة أيضا على الجادة المستقيمة أما إذا في التوحيد خلل بمعنى أن الإنسان توحيده توحيد مغلوط كل شيء يصير غلط مثل المسير اللي الإنسان يريد يبدأ إذا سرت مسير صحيح راح توصل إلى النتيجة لكن إذا سرت في طريق غير صحيح كل ما تسير تبتعد عن الهدف اكثر. لذا مثلا الان احنا نشوف مثلا الوهابيين. هؤلاء يدعون التوحيد ويكفرون سائر المسلمين. الكثير من المسلمين يعتبرونهم مشركين. الاشياء التي وردت في القران الكريم ينكرونها يؤولونها اي روايه لا توافق هواهم ينفونها يحاولون تضعيفها. دليل العقل ما يقبلوه اصلا لماذا هذه الحاله وصلوا اليها لان توحيدهم توحيد غير صحيح يجسمون الله سبحانه وتعالى ولو هو سيعبر بتعبير فيه مغالطه لكن هم ناس مجسمه يعتبرون الله جسما الايات المتشابهه يأخذونها متناسين التمسك بالآيات المحكمة التي تبين هذه الآيات المتشابهة. يد الله فوق أيديهم، آية متشابهة يحملونها على اليد الحقيقية لا على القدرة لأنه تناسوا الآية الشريفة ليس كمثله شيء، وهكذا وهلم جرا. توحيده صار في خطأ. زين؟ بدأ يكفر كل الناس. اعتقاد بنبوة الرسول صلى الله عليه واله اعتقاد مغلوط بمقامات الرسول صلى الله عليه واله اعتقاد باطل عبر انكار مقامات الرسول وهكذا حتى بالنسبه الى المعاد ايضا اعتقاداتهم غير سليمه بعدين سلوكهم العملي وما ادى اليه الى التطرف والتفجير والقتل وما الى ذلك كل ذلك نتيجه الخطا في الاساس فإذا احنا عندما نريد أن نتدبر في الآيات القرآنية ونتأمل في الأحاديث الشريفة لنكتسب منها المعارف الإلهية فيما يرتبط بمقامات الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام علينا أن نبدأ من الأساس أن يكون توحيدنا توحيد صحيح والأئمة عليهم الصلاة والسلام من أهل البيت بينوا لنا ذلك. ونحن كان لنا محاضرات في التوحيد من كتاب الكافي الشريف تحت عنوان توحيد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. زين، بعد أن توحيد صار توحيد صحيح طبعا بين قوسين المعرفة درجات. يعني يمكن انسان عادي توحيده يكون توحيد صحيح. والنبي ايضا توحيده توحيد صحيح، لكن معرفة النبي بالله سبحانه وتعالى أكثر من معرفة غيره بالله سبحانه وتعالى. لأن المعرفة درجات. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يمر مع أصحابه فمروا بعجوز وهذه العجوز كانت تحرك جهازا لها وعبر هذا الجهاز تغزل فسالها الرسول بما تستدلين على ربك فاوقفت حركه الجهاز فتوقف الجهاز يعني استدلت ببرهان النظم ان هذه الدنيا تتحرك هذا الاثر لا يعقل ان يكون بدون مؤثر ففي الحديث المروي عليكم بدين العجائز هذه بفطرتها توحيدها صحيح دليلها ايضا صحيح معرفتها ايضا صحيحه لكن هذه درجه وهناك درجات اعلى شوف ناس يجون يدرسون التوحيد الصحيح يدرسون الروايات يتاملون فيها يتدبرون فيها القران الكريم الايات يتفكرون في تلك الايات ومعرفتهم بمعونة الرسول وأهل بيته لأن بدون معونتهم الإنسان يظل استقاء المعارف منهم تسبب أن معرفة الإنسان تزداد أكثر وذلك لطف من الله سبحانه وتعالى زين البعض يسأل شنو فائدة أنه إحنا نعرف مقامات الرسول والأئمة بس إذا عرفنا أن الرسول له مقامات عالية جدا ولف فضائل كثيرة وكذلك الأئمة ما هي الفائدة أولا الجواب أولا أن هذا علم وهو أشرف العلوم لأنها يتعلق بعلوم العقيدة مو علوم ترتبط بأمور المعاش هذه علوم جيدة يعني واحد علم الطب جيد جدا خدمه للناس علم الهندسه خدمه للناس كثير من العلوم هذه خدمه للناس ومفيده لحياتهم المعاشيه لكن معرفه الحقائق المعنويه ولا تنافي معرفه الحقائق المعنويه مع العلوم الاخرى ان تكون طبيب لكن يكون لك معرفه الله سبحانه وتعالى كن مهندساً وتكون لك معرفة الله سبحانه وتعالى. كن فقيهاً وتكون لك معرفة الله سبحانه. وتعالى. ما كنت نافي بينها أن تعرف الذي خلقك، الذي خلق هذا الكون، الذي يسير هذا الكون. هذا أشرف العلوم، العلم خير من الجهل. وتمايز الناس المعنوي. بالعلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فاذا العلم بما هو علم مطلوب وهذه المعرفه هي مطلوبه بالذات يعني العلوم قسميا كل انسان يعلم بعض العلوم وهي علوم حتى إذا كانت دينية لغرض هي مقدمة إلى ذي المقدمة يعني أنت تعرف الفقه تروح تقرأ المسائل الشرعية كتاب الطهارة مسائل كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الخمس كتاب الحج وهكذا تعلم هذه المسائل لماذا تعلمها تعلمها لكي تطبقها على أرض الواقع إذا احتجت إليها لذا يذكر الفقهاء في مقدمة رسائلهم العملية يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها الإنسان عادةً. أما المسائل اللي الإنسان ما يبتلي بها لا حاجة له أن يعني لا وجوب لتعلمها. إي إذا احتاج إليها لازم يروح يسأل ويتعلمها حتى لا يقع في الحرام. الحديث الشريف التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. لانه اذا باب التجاره ما يعرف احكامه قد يقع في الربا، قد يقع في محرمات كثيره. لكن اذا تفقه في هذه المسائل وكان ورعا لا يقع في الحرام. فسائر العلوم حتى العلوم الدينيه هي مطلوبه للغير لاجل العمل. لكن المسائل الاعتقاديه هي مطلوبه بالذات. انت تعرف خالقك. وتشكر هذا الخالق هذه المعرفه مطلوبه بالذات طبعا هي سبب للعمل ايضا الانسان اللي عقيدته صحيحه عمله ايضا قد يكون صحيحا يعني العقيده الصحيحه هي التي تمنهج حياه الانسان ضمن منهج صحيح واذا كانت عقيمه عقيده سقيمه تمنهج حياه الانسان ضمن منهج سقيم لكن نفس المعرفة هي مطلوبة بالذات ان تعرف وجود ربك خالقك وانه هو الذي يرزقك وسائر صفات الله سبحانه وتعالى وايضا تعرف ان هناك رسل وسيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه واله وانه بعد الرسول الله سبحانه وتعالى عين ائمة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وان هناك معاد الانسان يرجع اليه. المعرفه مطلوبه بالذات. وهي ايضا الاساس العملي التي تكون سبب لمنهجة حياه الانسان. فهذا اولا ان المعرفه هي مطلوبه بالذات وثانيا المعرفه سبب للعمل الصحيح. يعني اللي يعتقد بالله ويخاف الله هذا ما يرتكب المحرمات ولذا في بعض الأحاديث موجود إشارة إلى هذه النقطة أنه إذا واحد تشوفه يرتكب المحرمات هذا ارتكاب للمحرمات سبب الأساسي ضعف معرفته بالله سبحانه وتعالى معرفته بالله لو كانت معرفة كاملة تامة ما كان يرتكب أي معصية. يعني شوف من باب المثل انت اكو طعام امامك يقولون لك ان هذا الطعام الاطباء يقولون انه مضر انه كذا انه كذا انه كذا اذا انت صدق تعتقد بما يقوله الاطباء وتعتقد ان هذا فيه ضرر عظيم هذا سم قاتل مستحيل تاكل منه، اذا واحد اكل منه هذا مجنون يقولون لك ان هذا الاطباء يقولون سم قاتل خلال 24 ساعه حتى اذا كان طعاما لذيذا تفوح منه رائحه طيبه انت اذا تعتقد بصحه كلام اولئك الاطباء بان هذا السم قاتل خلال 24 ساعه سيقتلك مستحيل تاكل من هذا الطعام. لكن اذا عقيدتك بالاطباء عقيده ضعيفه. زين لا يخطئون احنا نشوف بعض الاحيان واحد يراجع الطبيب وما يعمل بنصائح الطبيب نقول له لماذا الطبيب أمرك الطبيب نهاك يقول لا هذا الطبيب ما يفتهم مثلا هكذا عقيدة ضعيفة هذه العقيدة الضعيفة تؤدي إلى المخالفة العملية إذا صدق الإنسان قاطع وجازم بصحة ما يقولونه وكان ما يقولونه ما يقولونه خطرا لا موت فيه ويقول الضرر هسه يقول مو مشكلة احنا نتحمل ضرر يقول انت اذا اكلت هذا الطعام تصاب بمغص مثلا في معدتك في امعائك يقول مو مشكلة نتحمل المغص لانه ضرر قليل لكن اذا كان ضرر كبير اذا هو يصدق كلامهم ومطمئن به جازم به سوف لا يأكل الانسان المؤمن اذا حقيقة يعتقد بالله سبحانه وتعالى وحقيقة يعتقد بالرسول، وحقيقة يعتقد بالاخرة وعذابها. هذا مستحيل يرتكب ذنب. فاذا ارتكب ذنباً كشف ذلك عن ضعف عقيدته. اكو بعض الناس يرتكب الذنب يقول الله كريم. صحيح الله كريم بس ارتكاب الذنب تعويلاً على أن الله كريم هذا من ضعف العقيدة. لأن الله كريم بس يمكن ما يغفر لك لحكمته. الله كريم لكنه حكيم أيضا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد لا يشاء مغفرتك الإنسان العاقل لا يرتكب مخالفة تعويلا على أنه قد يغفر له مثل فد واحد يرتكب جريمة يقول إيه بالمحكمة راحوا يعفون عني زين هذا الإنسان العاقل لا يفعل ذلك لانه قد يعفون عنك قد لا يعفون عنك زين حتى لو اذا عفوا عنك بس الفضيحه اللي تصير لك شو تسويها يوم المحكمه وعرضت عرضت المحكمه على الوسائل الاعلام ويوم القيامه تصير فضيحه ولو ان الله غفر له مثلا بعدين انت ضامن الله يغفر لك قد لا يغفر لك فهذا الكلام كاشف عن ضعف العقيدة ضعف المعرفة اللي ما يعرف ما يثمن، لذلك صار التركيز على بحث العقيده، عقيدتك تكون صحيحه حتى لا تكون عقيدتك عقيده ركيكه ضعيفه قد تؤدي بك الى الانحراف لانه اصحاب العقائد الضاله المضله ايضا هؤلاء يبلغون يثيرون الشبهات والاشكالات، اذا واحد عقيدته قويه لا تتاثر تلك العقيده بهذه الشبهات والاشكالات، بس اذا هي عقيده ركيكه ضعيفه تتاثر. فاذا هذه مباحث المرتبطه، المباحث المرتبطه بالعقائد بدءا من التوحيد الى بحث النبوه، الى بحث مقامات الرسول والائمه، الى بحث الامامه، الى بحث المعاد، هذه بحوث مهمه يرتبط عليها مصير الانسان الاخروي وايضا منهجه في هذه الحياه. زين كتاب الحجه من كتاب الكافي الشريف يبتدئ من بحث النبوه وسبب الاحتياج الى الانبياء ثم بعد ذلك طبقات الانبياء والرسل بحوث تتعلق بالانبياء والنبوه ثم بعد ذلك بحوث روايات كثيره حول مقامات وفضائل الائمه عليهم الصلاه والسلام، الله ان شاء الله يوفقنا في ان نتلو هذه الاحاديث وان نتدبر فيها وان نستفيد منها وان نتعلمها وان نعلمها لكي الله سبحانه وتعالى يرضى عنا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين